عقدت في الكويت جلسة مشاورات جديدة برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وفقا لموفدنا، رفض وفد الرياض مجددا وقف الغارات السعودية على اليمن. في اليوم 17 من مفاوضات الكويت، جدد الوفد الوطني الممثل في المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله رفضهم لاستمرار خرق وقف إطلاق النار وضرورة تثبيته، خاصة في ظل التصعيد الأخير المتمثل بعودة القصف من قبل طائرات تحالف العدوان، وكذلك الخروقات والزحوفات التي يقوم بها الطرف الآخر، وأعمال التحشيد ونقل الأسلحة الثقيلة والمعدات إلى أغلب جبهات القتال. للأسف الشديد المؤشرات في الميدان لا تطمئن، هناك خروقات. طبعا طلعنا على تقرير لجنة التهدئة والتواصل، هناك خروقات في الميدان، هناك تحشيد كذلك. ليلة البارحة طيران متواصل على أجواء العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. الوفد الوطني شدد أيضا على أهمية مناقشة الأسس والمبادئ الخاصة بالحل السياسي كمدخل حقيقي لتسهيل أعمال اللجان التي تناقش بقية المواضيع في ضوء الرؤية المقدمة من الوفد الوطني، ومن أبرزها مسألة الحصار والمشكلات التي يتعرض لها المواطن اليمني في عدد من المطارات، منها مطار بيشة السعودي ومطار الملكة علياء في الأردن، ورفع القيود الاقتصادية التي تتخذها عدد من البنوك الخليجية والتي تفاقم من معاناة الشعب اليمني. هذا وسيواصل الوفدان عقد جلساتهم في ظل إصرار الوفد الوطني على مطالبه في تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الزحوفات والتحشيدات من قبل قوات العدوان ومرتزقته، واستعداداتهم المكثفة لخوض معركة جديدة بهدف إفشال مشاورات الكويت وتضييع المزيد من الوقت. بينما جاء الوفد الوطني من صنعاء إلى الكويت مادا يده للسلام، هناك ثلة من اللئام تسعى لتدمير الوطن من خلال الثأر والانتقام، ولهؤلاء نقول: فليقصفوا لست مقصف، وليعنفوا أنت أعنف، وليحشدوا أنت تدري، أن المخيفين أخوف، لهم حديد ونار، وهم من القش أضعف. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، الكويت.